خلال هاي الفترة المرأة الحامل تتوقع أنه حيكون الوحام هو الأمر المهم بالنسبة لها، ويختلف الوحام من مرأة إلى أخرى. البعض مجرد غثيان خفيف خصوصا فترة الصباح، بعضها مصاحب بغثيان مع مراجعة، والبعض مع تعب بسيط. في الغالب هذه الأشياء يعني ممكن أنه يتم السيطرة عليها، في الأغلبية يتم السيطرة عليها، وممكن الأم الحامل تتأقلم معها خلال فترة الثلاث شهور. والبعض يحتاج مساعدة طبية أو مساعدة بأدوية عن طريق، وننصح دائما بأنه ما تأخذ الأم الحامل أي أدوية خلال هاي الفترة إلا باستشارة الطبيب المعالج. والمهم في هاي الفترة إنها تأخذ الفوليك أسيد، لأنه مهم جدا للنمو العقلي والجهاز العصبي للجنين.